طالعة من بيت أبوها رايحة لبيت الجيران، فما سلم عليا يمكن الحلو زعلان. بكل زاوية من عالمنا العربي غنى حضاري وثقافي وفني، تاريخ بتكتبه الأغنية اللي بتعكس قيم إنسانية وحكاية شعب. والأغنية العراقية قديماً وحاضراً كنز قيم بيستحق إنه نكتشفه. مساء الخير. ضيفنا الليلي أحد رموز الأغنية العراقية. شهرته وصلت للعالم العربي كله. أغنى موهبته بالدراسة الفنية. ومعه الليلي بيحلى الحديث عن العراق وأغنيات هالبلد العزيز. سعدون جابر. عيونك انت يا حلو يا حلو العيون، تسلم يا فرحة من العمر يا ضي العيون. لعيونك انت يا حلو يا حلو العيون، تسلم يا فرحة من العمر يا ضي العيون. مر بينا مر بينا تلقى الوفا بينا، مر بينا مر بينا ما ظل صبر بينا. لا 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 ما نقدر على دمعات العيون، لا لا ما نقدر على دمعات العيون. We'll be right back.
الصبر بينا مر بينا مر بينا تلقى الوفا بينا لا 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 ما نقدر على دمعات العيون لا لا ما نقدر على دمعات العيون فنان سعدون جابر اهلا وسهلا فيك نورتنا بطرف النيل حبيب قلبي الله يخليك اهلا فيك شرفتنا هلا ومرحبا تفضل يا استاذ تفضل استاذ سعدون اليوم معك رح نرجع للتراث نعم للاصاله وتحديدا للاغنيه العراقيه نعم انا بس اسمع صوت سعدون جابر حتى لو عم ترندح انت بالغناء بيرجع لي بحس انا بروح لهويه بلد الارض نعم. يعني بحس بالجو هيدا قديه صوتك مرتبط بالبيئة اللي أنت منها طبعا البيئة لها تأثير كبير في أن يرتبط صاحب هذا الصوت بمحيطه الذي يعيش فيه أنا من قرية عراقية سميت محافظة فيما بعد اسمها محافظة ميسان تبعد عن بغداد حوالي 360 كيلومتر وعشت جو فلاحي كنت أسمع الفلاحين عندما يغنون التصق هذا الصوت الفلاحي في دمي وليس في سمعي فقط حتى أن والدي كان الله يرحمه يغني هذا اللون الفلاحي أشهر الأغنيات العراقية أخذت من هذا الجو أستاذ سعدون لما نطلع على التراث العراقي نرجع بالزمن بالتاريخ لعم التاريخ يعني ما بعرف قد ايه مئات السنين أو أكثر من هيك خصوصي وقت اللي بنتكلم عن المقام العراقي المقام العراقي غناء عباسي يعني عمره لا يتجاوز الألف عام لكن دعني أخذك إلى الغناء السومري الذي عمره 7000 عام كانت الموسيقى العراقية تقدم في المعابد والكنائس قبل 7000 عام وأول آلة موسيقية وجدت في سومر أو في أور في مدينة أور السومرية في 2800 قبل الميلاد 2800 قبل الميلاد وبعدها جاء الميلاد ب2000 عام وبعدها جاء فترة العصر الإسلامي حتى اليوم يعني يكون العمر 7000 عام العراقيين هم الذين وضعوا أول نظرية موسيقية يعني فينا نقول أستاذ سعدون أنه على الأكيد كل المطربين اللي غنوا بالعراق من زمان لهلأ لوقت الحداثة كلهم أخذوا من هالتراث نعتبر هيدا كمان بينطبق هالشيء على العالم العربي بقية المناطق العربية يعني مثلا على الخليج خلينا نشوف على الخليج إذا تأثير الأغنية العراقية على الخليج تحديدا تأثيرها كبير جدا يعني الموسيقى في الخليج أصلها أما يمني أو عراقي أو عراقي أو أفريقي جاء مع البواخر التي تمر بالخليج من أفريقيا الإيقاعات بعضها تأثر بالأفريقية والإيقاعات العراقية الخشابة والجورجينا وهذا بينعكس على منطقة الشام وعلى طبيعة طبيعة الحال حتى مصر العروبة عبد الوهاب الكبير الله يرحمه أخذ من المقامات العراقية كمان. حتى رياض الصنباطي الله يرحمه رح نحكي بالقسم الثاني أستاذ سعدون عن المقامات وهالغنى بالتنوع نعم. بس بدي أخذك هلأ على العتابة والميجانة والفولكلور نعم. بدنا نسمع شيء هلأ العتبايد سم الهوم
ملهوم لو كان أهلك نجم أنت لو كان أهلك نجم أنا أهلي سملهم كثير من النجم على وغاب بعد أمي عين موليتي عين مولاي ما ترى المزوج حاله لولا العزومي عين موليتي عين مولاي ما ترى المزوج حاله لولا العزومي صيد قيطة نسمع نغيطة الوزير يا شامرات الهباري فوق ثوب الجليل رحنا نتصيد قيطة نسمع نغيطة الوزير يا لابسات الهباري فوق ثوب الجليل ريت الحرمني حبيبي يصير نوم أفزي يموت جنب وجانب والجيف نعاري عين موليتي عين مولاي ما ترى المزوج حاله لولا العزوبية عين موليتي دادا مولاي يا وردات الغدر ما بالغدر يعطيك الف عافيه. انا مبسوط انه عم نطلع على الاغاني ونعرف انه هيدا تراث هالاغنيه بالذات. هاي تراث كمان اعرف انه العتابه والمجانه موجوده بكل المنطقه بس كل منطقه بيغنوها باسلوبهم الخاص بشكل اخر بس التقطيع الشعري هو واحد. هاي حتى في داخل العراق كل منطقه تغنيها شكلا وفعلا هيك وبسوريا ولبنان بعضهم يغيرون المقام بعضهم يغيرون الايقاع بعضهم يغيرون الكلام كمان في الخصوصيه كل منطقه موجوده لحد هذه اللحظه. حلو. يعني عندنا العتابة يغنوها بالمنطقة الغربية اللي هي الرمادي والشرق غرب العراق وشرق سوريا تغنى بشكل في المنطقة الجنوبية تغنى بشكل آخر يختلف وهذا يدل على ثراء الموسيقى والغناء العراقي. نحن رح نتابع حلقتنا استاذ سعدون بعد هالفاصل. ومنتابع حلقة الليلة من طرب. ضيفتنا نشأت ببيت فني وحملت بلد العراق بصوتها لترسم هوية فنية معاصرة انطلقت من برامج الهواة. منرحب برحمة رياض.
وسهلا برحمة رياض. أهلا. شرفتينا. يا هلا فيكي. هلا أستاذ. تحتي رحمة، ما بتصور في عراقي عاش الجو العراقي عموما إلا ما تأثر بهالتراث الكبير كتير غني. كيف إذا كان من عائلة فنية؟ صحيح. انت بنته للفنان رياض أحمد. صحيح. والأغنية هيدي غنائه هو. طبعا. إدي أثر عليك هالموضوع؟ يعني شو أقول لك، إحنا بالعراق أساسا مش شرط تكون فنان حتى تسمع هذا أو هذه النوع من الموسيقى. حسيك. الشعب العراقي عموما هو شعب سميع، شعب يحب هذه النوع من الأغاني الطربية. أنا ربيت على صوت الأستاذ سعدون. أكيد. وهو صديق الوالد. عدا عن ذلك أنا أبويا فنان يعني غني كثير بكل شيء، يعني بكصوت وكطور لمحمداوي كان هو المميز فيه، فأكيد تأثرت هواية. تأثرت بس أنا أختلف شوي لأن أنا صوت نسائي، ما حالفني الحظ أربى معاه أكثر حتى أتشبع من هذا الطور والفن اللي أبويا كان يختلف فيه عن كثير من الفنانين بالعراق. أتمنى أقدر يعني أكون مؤثرة قده وقد الأستاذ سعدون، وأتمنى أكون ماخذة شيء من عندهم بسيط. ذكرنا الليلة الفنان رياض أحمد، وأكيد في أسماء كمان كثيرة وحضرتك وتأثيرك بالأغنية، بس أكيد بدنا نروح صوب لعلم كبير بالغناء العراقي، ناظم الغزالي. ناظم الغزالي، واللي بعرف أنه أنت تأثرت فيه جدا. أنا عملت مسلسل عن حياته الله يرحمه. كمان. وغنيت له 28 أغنية ومقام. هو أنيق في كل شيء، أنيق في ثقافته وأنيق في خلقه، تعلم من المثقف. هذا الأصول. ولهذا السبب انطلق في شعر جديد وغناء جديد على الأسماع العربية. دائما الثقافة إلى دول. أكيد. قل لي يا حلو. قل لي يا حلو. قل لي يا أبو الطيب. تحب يقولوا لك الناس أبو الطيب؟ إيه ليه؟ بدنا نقول لهم للناس ليه؟ إيه. أنا أحب الشاعر أبو الطيب المتنبي. الله. وسميت ابني باسم الطيب. الطيب. لكي لا يقولوا لسعدون أبو الطيب، لكن أنا أحب هذا الشاعر. مين ما بيحبه؟ كان أجمل الأسماء لي عندما جاءني. الله يخلي لك. الله يخلي لك. طفل سميته الطيب. الله يخلي لك. حنسمع أغنية ناظم الغزالي. أي. قول لي يا حلو. جملت الألم والهم أبي، جملت الألم والهم أبي، وأنا اللي جرحت إيدي بداية، أنا اللي جرحت إيدي بداية، هويتك وانت مغتر بجمالك، هويتك وانت مغتر بجمالك. قولي قولي يا حلو. قول لي يا حلو.
رحمة، قد ايه بتحسي انه هالاغاني بعدك تستهوي الجيل الجديد من المطربين العراقيين؟ وقديش انت حريصه انه كمان تقدمي هالاغاني؟ بهذا الجيل صعب شوي انك ترجع تعيد هيك اغاني، تحس اختلفت اذن الموسيقيه بصراحه. يعني انا اريد اكون معك صريحه. اكيد اكيد. قاعد نحاول نسوي ميكس بين هذول الاثنين حتى يطلع شيء جميل، شيء الناس تبقى تسمعه. بس عم تقدموا رحمه، عم تقدموا العراقي ما هيك؟ اكيد، بس لون مختلف. لون مختلف. احنا حاليا الاغنيه العراقيه على فكره مسيطره بالوطن العربي. صعب حاليا انت لما اني اريد اقدم اغنيه اني اقعد تقريبا سنه حتى اختار كلمه، لانه بحكم انه انا بنت فنان يعتبر مدرسة بالعراق، صعب أختار كلمة عادية أو كلمة ما إلها معنى. كلمة صاروا يعني الشعراء مع احترامي لبعض الشعراء صار يكتب كلمات تنقال بالشارع. المشكلة إذا بدنا نقولها بس باختصار أنه نحن ما عم نحكي عن العراق، عم نحكي عن المنطقة العربية. أي؟ يعني في سيطرة للون البدوي، هيدا بيسموه البدوي، تكون واضحين أكثر. يعني عراق، الشام، حتى سوريا، يعني جو البلدي مش كتير حتى عم يتقدم الجو البدوي إذا بدك في سيطرة، والجو الشعبي إذا بدك بمصر، وعم نروح بالتغريب، عم نغرب كتير، يعني ما عم بيكون في حداثي مزبوط بالنص. صحيح. رحمة، بتفكري تجددي أغاني لوالدك؟ طبعا. بما أنه بتحسي في نقص بهالموضوع هيدا. أكيد حابة أجدد. عندي أنا جاية بيروت إن شاء الله حتى أسجل كم أغنية لوالدي أعيدهم، قلت أنا الأولى بيهم. أكيد. وبالنهاية في تحس الأغنية غنية دسمة، كلام جميل، لحن حلو، فليش لا؟ طيب بدنا نسمع مجرد كلام بصوتك. ايه اكيد. okay.
رائعة. شكرا. نحن منتابع حلقتنا بعد هالفاصل. حلقة الليلة من طرب. ضيفنا الثالث بهالحلقة صحافي ورئيس تحرير وشاعر ومخرج وعضو بجمعية السسام. أهلا وسهلا بأستاذ مالك حلاوي. أستاذ مالك، حضرتك أمضيت 5 سنين بالمسرح القومي ببغداد، ومعك الليلة رح نحكي عن الأغنية العراقية اللي هي جدا متنوعة وغنية. بس أنا حابب فوت معك على محور بالأول اللي هو هالشجن. أنا ما رح أسميه الحزن، حسميه الشجن بالأغنية العراقية. أكيد هي صفة عربية عامة، بس كتير منحسها بكثافة بالأغنية العراقية. ليش بالزيت؟ يعني ليش منحسها؟ وهل هي بالكلمة، هي باللحن، وجزورة أكيد هي تاريخية؟ ليش؟ يعني بالنهاية الأغنية هي خلاصة تجربة الناس. صحيح. الأغنية هي حياتهم. الأغنية هي هالمجتمع. هيدا ما معقول يكون عايش مرحلة كتيرة من الاسترخاء والفرح والاستقرار النفسي والذهني وينتج شيء معاكس له. فيمكن من أول بدايات الأغنية العراقية والموسيقى العراقية عموما كان يؤخذ عليها أنها يعني تتجه بقوة إلى الحزن، والحزن فيها هو المادة الطاغية إذا لم تكن هي المادة يعني مادة الموسيقى الوحيدة والغناء. وكان يؤخذ شيء تاني، يمكن هاي كمان بتربط الشغلتين ببعضهم، أنه العمالقة كانوا كلهم رجال، ما كان فيه عمالقة نساء في الأغنية العراقية. يمكن وجود المرأة كان عمل شوية فرح بهاي الأغنية. شو السبب الاجتماعي بس أو الوضع بوقتها؟ ما كان في وجود، بس نوضح للمشاهد. العراق بعيش كان تقلبات كتيرة من يوم يومه. صح. يعني بغداد اللي هي تقريبا كانت تختصر في فترة، كانت بغداد تختصر العراق قبل ما نبلش نسمع بالبصرة وبالموصل فعلى طول كان في تغيرات دراماتيكية تصير بالمجتمع. لو وصلنا لهلأ لمراحل أخطر بكثير، وهون الخوف الأكبر أنه نحن نخسر هيدا الطرب. يعني هيدا الشجن الجميل اللي سميته شجن، هو كان شجن جميل، هو كان ممتع لإلنا لبرا. تأثير الشعر على الأغنية العراقية تحديدا؟ الشعر يمكن فقط في العراق، لأنه هو بلد الشعراء المبدعين الكبار، كانت القصائد الجميلة هي مادة الأغنية. هيدي مش موجودة وين ما كان. لا، في شيء اسمه شعر غنائي. بلشنا نتعرف على شيء اسمه شعر غنائي. بالعراق ما كان في شيء اسمه شعر غنائي، كان في القصيدة وهي وانت بتحولها، انت بتعجنها لتحولها الى أغنية. بس تعليقا على هالموضوع، عفوا، انا ربيت على والدي ما يسمع غير شعر، ما كان يسمع اغاني. بالبيت مسجلين، يعني مسجل مشغل بس شعر ايام مظفر النواب. هو شعر مغنى اساسا، هو الشعر يحمل لحنا. صحيح. لانه الشاعر كتب على ايقاع داخلي موجود عنده، فالشاعر هو الملحن اساسا. صحيح. صحيح. هو الملحن الاول. شكرا استاذ. الله، انا بشكرك. الله يخليك. على المداخله، على حضورك، شكرا لمعلوماتك كلها. شكرا لكم لاني كنت معكم، وفعلا انا الله يخليك. الله يخليك استاذ مالك. خليه قاعد
يسمع غناء على اللحن. حيضل معنا هلا، حيضل معنا العزيز. الله يخليك. ونحن بدنا نروح لفقرتنا هيدي بشغله بنعتمدها دائما مع ضيوفنا، نسأل عن الآلات المفضله، لانه بنعتبر دائما الآلة كمان هي جزء، والموسيقى هي جزء من هال الاعمال اللي عم تتقدم، والتراث اذا بدك. استاذ سعدون، شو الآلة الاحب لقلبك؟ اقرب الآلات الى قلبي واللي اعرف العزف عليه، وليس اجيد العزف، اعرف العزف، آلة العود. وعندما اغني اتمنى دائما ان يرافقني آلة القانون. يعني الفرقه اللي ما فيها آلة قانون السلطني اشوفها هي ناقصه شيء. رحمه، شو الآلة؟ انا الكمانجه. طيب شو حنسمع اغنية ديو؟ حيكون فيها الآلتين. شو اغنيتنا؟ نقول صغيرون. صغيرون. ومنتابع حلقتنا بعد الفاصل. ومنتابع حلقتنا الليلة من طرب. كل حلقة تنضم لنا موهبة جديدة بتحب الطرب وبتغني، وانتو كمان فيكن تكونوا معنا، بعتولنا فيديو بصوتكن على كل مواقع التواصل الاجتماعي الخاصة بتلفزيون العربي، وما تنسوا أكيد هاشتاج طرب مع مروان خوري. مين هي موهبتنا لليلة؟ منشوفها سوا.
اسمي جواد، عمري 24 سنة، من بعلبك. الفنانين اللي أثروا فيي بطفولتي هن الأستاذ وديع الصافي، زكي نصيف، وناظم الغزالي، وسعدون جابر. بحب اللهجة العراقية، خاصة غناء المواويل. فرحت الليلة كتير كبيرة لأنه عم شارك ببرنامج طرب مع الفنان مروان خوري. جواد، أهلا وسهلا فيك. أهلا فيك. أنت من بعلبك ما هيك؟ مزبوط. يعني في مسؤولية الليلة بتعرف. هل قد عنا أصوات حلوة وقوية ببعلبك؟ الحمد لله كتر خير. شو بدك تسمعنا جواد؟ موال عراقي شوية، يا عين الخشف اسمه. أوكي يلا تفضل، كلنا سمع جواد. شوية يا عين الخشف، شوية يا عين الخشف، أزرة دمعاي تبكي وني أنا من كتر ما يلوع حتى هالصبح انجزعان مني. رافقتني الونة والحسرات من بطن الحمل، وهذا عمري هذا عمري هذا عمري ضحك مرة على سني، هذا حج الناس هذا حج الناس هذا حج الناس هاو النوم اللي فيه. طبعا هذا الغناء عراقي، هيدا عراقي اكيد، رغم انك من بعلبه. شوف تاثير النغمه العراقي، مقام اللامي وعمل حجاز رجع لامي في التحليل الموسيقي لهذا الموضوع. اذا تاثير المقام العراقي ليس في العراق فقط، وانما صحيح. في الاقطاب واضح عادي. واضح جدا. ذكرك بالبدايه هلا ما هيك، او ببرنامج الهوات؟ اي اكيد. هاللحظات هيدا على مود هيك ما باوعت له، لانه أنا كنت لما أطلع لما كنا يكون في كاستنج ما أحب أحد يباوع علي، أصير أخاف وأرجف زيادة، فقلت خليه على راحته، ما أريد أباوع علي، لأن حسيت بنفس الشعور. جواد، حابب تحترف الغناء؟ كثير بحب غني، كثير بحب الغناء، خاصة الغناء العراقي. إن شاء الله الله يعطيك أيام وفرص كمان. رحمة، قديه بتحسي في مسؤولية انه هالارث الكبير هيدا عن جد تحافظي عليه، بس كمان تعملي شيء حديث، يعني تعملي شيء بيشبهك لك كمان وبيرسم لك خط؟ اكيد. اول شيء مسؤوليتي جدا كبيره من اول ما يعني قررت اني اكون فنانه، لاني اسم والدي مرافقني وين ما اروح. انا اخذت شيء بسيط من عنده، طورته، صرت بصوت انثوي، صوت من الجيل الجديد. مسؤوليتي كبيره جدا، الدليل اني انا صار لي سنتين مو منزله عمل. انا رح اقول لك شغلي مثل نصيحه اذا بتاخذيها مني. اكيد التريس ضروري، بس كمان لازم تخوضي هالموضوع، يعني كمان الخوف المقارنه. لانه الانتظار كمان اكيد المقارنه صعبه، بس لازم تجربي. انا بالعراق تميزت، انا قلت لك الاصوات النسائيه قليله جدا، انا بالعراق مش واضحه. وصوتك بينقل مثل ما قلت له الاستاذ سعدون، بينقل جو البيئه تبعك، يعني دغري بيوصلنا انه انت من العراق، انه انت من بيئه معينه، وهذه كثير مهمه. اللي اقوله بالنسبه للشابه رحمه، ثقافه الفنان اليوم اهم من فنه طبعاً. وما يقدمه تبني شخصيته، هي التي توسع ادراكه، هي التي تخليه يعرف ماذا يغني،
وماذا يرفض ومتى يغني ولمن يغني. إذا افتهم هذه المعادلة الرباعية لا تخاف عليه هذا الفن. صحيح صحيح. وهيدا السبب بتلاقي في أصوات كتير حلوة بس مش الكل بيوصلوا لأنه هودي التفاصيل مهمة كتير. أكيد أصوات لازم واحد كلها جميلة اللي تغني صح. في الساحة لكنها تدرك هذه المعادلة. صح. نتمنى نتمنى دائما. جواد بشكرك وبالتوفيق إن شاء الله. شكرا. نحن هلأ بدنا نختم هالفقرة هيدي واللي هي الأحب لقلبي أنا بشارك فيها ضيوفي. بدنا نغني تريو سوا. أوكي. وبدي أشكركم أستاذ سعدون بشكرك جدا. الله يخليك. على حضورك اللطيف والقريب والمثقف. الله يخليك. وعلى صوتك عن جد اللي بينقلنا لواقع نحن مشتاقين له. رحمة كمان زيت الشيء. أنت صوت الله. متميز. شكرا. وإحساس متميز. شكرا لك وبالتوفيق إن شاء الله. لك. شو حنغني سوا؟ نغني 20 عام من قبل. 20 عام. أوكي. ذكرتنا بالزهر وايام منسيه.
مقامات، غناء ريفي، بستات بغدادية وغيرها من الأنواع والألوان طوروها مطربين عراقيين وصولاً لأغنية عراقية معاصرة. بتمنى تكونوا استمتعتوا بحلقتنا الليلة، وإلى اللقاء بحلقة جديدة. عطشان ميه سقيني قالت